مساء الخير وهلا وسهلا فيكم في حلقتنا اليوم اللي فيها الكثير من الأخبار المفيدة اللي تهتم بجمال المرأة والرجل وأحدث خطوط الموضة والمكياج. راح تشوفونها بس برنامج فاشينيستا. في البداية خلونا نشوف عناوين الحلقة. 300 مليون ريال أنفق الرجال السعوديون على عملية زراعة الشعر خلال عام واحد فقط. ناقد الموضة يلقي القبض على بعض المشاهير. اللون طبعاً أبداً مش مناسب لها. وراح نشوف طرق وضع المكياج بطريقة مختلفة.